قطع التحتاني ملاصق والمقاسات بيبي اكلر اكسلر اثنين اكسلر كوتون 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 شال. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم هند من اسطنبول. نتمنى الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. فيديو اليوم هو تتمة الفيديو ديال ماتير السوق ديال الجملة. هذا الفيديو غنتكلم لكم على الشيلان او الحجابات، وغنتكلم ايضا على القفاطين هكا التركية والعبايات. سبق لي ودرت لكم الفيديو طويل، اللي ما شافوش غادي نخليه لكم الفوق لانه تكلمت لكم على كيفاش يمكن لكم توصلوا للمرتير. وفي هذا الفيديو كملت لكم الفيديو اللي قبل حيت كان طويل بزاف، وبغيت نجاوب على اهم الاسئله اللي وصلوني في الفيديو اللي قدم. فاشهر سؤال اللي تسال ليا هو الوقت اللي كيكون فيه السوق ديال المرتير، واش كيحل نهار الحد؟ خصوصا نهار الحد الناس كيسولوا. لا، الحد ما كيحلش مرتير، وحتى السبت في العشيه قليل 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 المحلات اللي كيكونوا حالين في السبت في العشيه. اغلبيتهم السبت كيخدموا فقط في الصباح. فإذا كنتوا غادي تتغداو الجمله فما ننصحكمش اطلاقا انكم تمشيو السبت والحد. السبت قلت لكم كيكون غير نص نهار، يعني دغيا دغيا. من الاحسن انكم تمشيو من 2 حتى يعني حتى يوم الجمعه. وفي الصباح راه اغلبيتهم كيبداو مع 8:30 هكاك، 8:30 حتى العشيه، يعني على حسب المحلات. يعني 7-8 راه كيبداو يقفلوا المحلات بالعشيه، والواحد الا بغى يتغدى من الاحسن انه يمشي في الصباح بكري. وكاين اللي ما عمرهم ما داروا تجاره، ما عارفين شنو معنيتو سيري اللي خاصكم تشريو في الجمله. فحال واحد الاخت قالت لي واش يمكن لي ناخذ من نفس القطعه ناخذ نفس لاطاي، يعني سيري كامله. لا، السيري شنو هي السيري؟ السيري هي كتاخذي واحد القطعه وكتاخذي فيها المقاسات ديالها كاملين، هذا هو السيري. يعني كتاخذي واحد السروال كتاخذي فيه 36 38 40 42 على حسب كل واحد والسيري ديالو. كاين اللي كيبدا من 38، كاين ممكن تاخذي لي طاي الصغار والكبار، يعني ما كتاخذيش يعني من حاجه وحده، هذاك ما كتعتبرش سيري. والاشياء اللي كيكونوا ماشي سيري، مثلا فحال شي حاجات اللي ما فيهمش الطاي، يعني مثلا حجابات كاين اللي كيكون داير سيري، هذاك السيري ديالو انه كيكون واحد الشال وفيه الالوان بزاف، يعني الالوان اللي كيتمشاو واللي ما كيتمشاوش. يعني ما تمشيش تقولي لا بغيت غير الكحال وبغيت غير هذا، فهمتوا؟ فهذا هو المعنى ديال السيري. 212 526 40 33. هاد السيد كيبيع الحجابات شيلان، ما عندوش كارت، عنده هكا وراني غير كتسكاني هذاك الكود. داكشي علاش قلت بالفم، لحقاش الفيديو اللي قبل بزاف اللي ما شافوش الارقام. ان شاء الله غادي نحاول نقلب على دوك لي كارت ونعاود نكتبهم لكم تحت الفيديو اللي قبل. هاد الشيلان هادو 7 دولار، اقل عدد 15 البياسه. هادو ديال الشيفون هادو غير ب 4 دولار ونصف، هادو بخمسة. هادو ديال القطن ليكرا، الجوده ديالهم زوينه صراحه. هادو كاملين اللي فيهم الاحجار دابا ولاو بزاف في المغرب كيطلبوا هادو. مع الاسف هذا كنت طفالية الكاميرا وطفالية التليفون، مع كنت نهار كامل ندوزو في مرتير وخوات الباور بانك كلشي خوا. المهم قبلوا على هذا الشيء. الموديلات راه غيصيفطهم لكم في الواتساب ديال الرقم الا بغيتو تاخذوا من عنده. عنده شل كاريات، عنده صراحه الموديلات زوينين، وهو ماركه يعني ماشي كيبيع. راه لا لاحظتوا غتلقاوها انت الماركه سميتها شهر ايشال، يعني كتكون مطبوعه في الشالات. هذا ديال ليكرا فيه بجوج دولار ونص، يعني 25 درهم مغربية تقريبا. راه طويل وعريض، راه فيه في الطول قال لي متر و85، يعني ماشي هذاك ليكرا دوك اللي رقيقين، يعني قصار ما كيغطيو لك حتى العنق ديالك. المهم راه عنده موديلات زوينين، عنده ديال الساتان، عنده الحرير، عنده اي حاجه بغيتو ديال الشيلان. والمحل تبارك الله راه كبير بزاف، وهاد الشارع خلاص راه فيه بزاف ديال الاختيارات، فيه بزاف ديال الاماكن. غادي نخلي لكم، راه ديك المره سمحوا لي ملي كنقول لكم نخلي لكم المواقع زعما لتحت في الفيديو. بعد المرات مع الضغط ديال المونتاج وديال الخدمه كنسى، فغادي نحاول ان شاء الله نرجع نقاد لكم المناطق ديال كل حاجه.
كما كتشوفوا كاين بزاف ديال المحلات ما قدرش انني ندخل يعني، وطفالي التليفون غير عاود شارجيتو باش عاود تكملت واحد شويه قبل ما نمشي. وهنا غادي نمشي لكم واحد المحل زوين سميتو موريل، كما كتشوفوا كيبيع بحال القفيطنات نقولوا، ولكن الديزاين ديالهم هذا فيه جوج ديال القطع هما بحال ملاصقين. هذا ب 65 دولار، فيه الميديوم حتى جوج اكس لارج كما سمعتوا في الاول. السيري قال لي فيه أربعة نفس اللون، يعني خاصكم تاخذوا أربعة ديال القطع من نفس اللون، يعني لي طاي ديالهم كاملين نفس السعر تقريبا. قال لي حتى هذه 65 دولار، اكيد راه لكستو غادي تقداو، راه غادي تقولوا ليه ينقص لكم. الخدمه صراحه زوينين، جاي حتى مع الحزيمات ديالها كيف كتشوفوا، هما بحال الشكل ديال القفاطن ديالنا، غير هادو شويه بحال الفصاله ديالهم مختلفه شويه علينا، وحتى الخدمه ديالهم مختلفه. هاد العبايه هادي ب 32 دولار، هي تقريبا 6400 ريال. غايجيكم شويه الاثمنه غاليين. لقيت نيت واحد السيد كيدخل باش يتقدا، واحد جوج بغاو يتقداو من عنده، وقال لي زعما الاثمنه راهم طالعين وداكشي، وسمعت من السيد الاخر حتى هما تيتقداو العبايات، قال لي الا بغيتي الماركه، الا بغيتي شي حاجه زعما مزيانه، كاينه داكشي العيان رخيص موجود، ولكن هادو زعما الجوده ديالو مزيانه. غير هو السيد يعني كان بالي بحال طالع لي يد، ما بغيتش نبقى نسول فيه بزاف لحقاش كان كيجاوبني، ولكن ماشي ديك الجواب نيت، ولا واقيلا اخر النهار لحقاش كان هو اخر محل غادي ندخل نصور فيه. كانوا نيت هادو الناس اللي كانوا كيسولوا عنده موديلات زوينين، شكل يعني حتى هو تيطلب كما قلت لكم بالفاتوره ولا بلا فاتوره، لحقاش الا حسب عليكم الفاتوره كيكون تزاد عليه لي شارج. شوفوا الشكل اللي عنده صراحه داكشي زوين، وعنده اختيار كبير ديال العبايات، يعني راه ماشي وحده ولا جوج، كاينين العاديين هذوك اللي كيكونوا سامبل ما فيه حتى شي احجار لا حتى شي حاجه، وكاينين فيهم الاحجار، وكاينين هادو اللي زوينين جايين بحال الشكل ديال الفراشه، وهي من جوج ديال القطع. هادي حمقاتني وشلوين، هادي ب 40 دولار 8000 ريال. كيف كتشوفوا الكم كيخرج من الداخل، والفوقاني جاي مطلوق هكا، شو التحتاني بحال هكا مخدومه عاديه بالكم، والفوقاني مطلوق، ولكن زوينه حتى الخدمه مخدومه مزيان. شوفوا الحجيرات صراحه ما عرفتش، المهم الضو ديالهم شويه مجهد بزاف، ما غيبانش لكم داكشي كحل 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 بزاف. كيف كتشوفوا هادو قال لي هادي دابا اللي كتشوفوا 25 دولار 5000 ريال، هادي ب 5000. كاينين وحدين ب 24، كاينين وحدين المهم قال لي كاينين حتى ديال 20 دولار، يعني 4000 ريال على حسب الجوده كما كنقول لكم، على حسب الخدمه. هي هادي راه كنحاول نقرب، راه كما كتشوفوا مع الزوم الكاميرا راه ما تتشدش الارقام، كنحاول. ها هي دابا هنايا بانت مزيان، هذا هو الرقم ديالو، وعندهم حتى الصفحه ديال الفيسبوك وصفحه ديال الانستغرام. والموديلات عنده صراحه زوينين حمقوني. كاينين يعني محلات اخرين ديال العبايات، الناس اللي سولتني راه ما قدرتش ندور كلشي، مارتير راه كبير، راه كاينين بلايص ديال المونطويات، كاينين بلايص ديال الوليدات الصغار، يعني كاينين اش غنقول لكم داكشي زوين بزاف. وهاد موريل راه جات فحال الهبطه، الا كنتو جايين وغادي تجيو من الطريق الصحيح كما كتشوفوا راه الكوليات ديال الناس، حيت اللي تبع معايا الفيديو الاول غيفهم بلي انا ضربت واحد الدوره كبيره منين نزلت من المترو ديال ميرتير. كتخرجوا من المترو كتبقاو كتشوفوا في السوق ديال ميرتير، انا مشيت على اليسار، لا خاصكم تمشيو على اليمين، غتمشيو على اليمين كتخليو هذاك السونتر كوميرسيال كبير واحد فحال المول اللي وريتكم في الاول، كتمشيو على اليمين ديالكم وكتطلعوا مع الزنقه الاولى هذيك، من تماك غادي تبداو مع هاد الطلعه اللي انا دابا نازله منها. غادي نوريكم، راه كاينين اوتيلات بزاف هنايا بالنسبه للناس اللي كيتقداو السلعه، راه كيجيو يجلسوا هنايا في ميرتير بحال هاد الاوتيل اللي كاين هنايا.
باش كيكونوا قرابين كيمشيو ويخرجوا، حيت كتعرفوا كما قلت لكم خاصكم تمشيو وتدوروا وتقلبوا على راسكم وتشوفوا الكاليتي وتشوفوا الاسعار، تقدروا تلقاو واحد رخص على الاخر. وكيف كنقول لكم، الا كنتوا اول مره غتبداو المشروع ديالكم، انا كنصحكم انكم تجيو، ما يعني مكذبش عليكم، كاينين الناس ثقه اللي غتقولي ليه هذه الحاجه يصيفطها لك، ولكن كاينين الناس اللي يعني الاتراك شويه صعابين. وهذا الشيء يعني انا تجربه ديال الناس كانت قاسمه معكم. واحد الاخت نيت كنعرفها فاطمه الله يذكرها بخير، كانت طلبات واحد يعني واحد لا كوموند وصيفط ليها، بحال مثلا هي كانت طالبه شي الوان الكحل الباج هذا، صيفط لها واحد الالوان ما تبعوش لها نهائيا، صيفط لها هذوك الالوان اللي ما تبعوش ليه هو، صيفطهم لها شي اورانج صفار هذا، وما عقلش عليها. المهم وصلها داكشي للمغرب وتصدمات. فردوا بالكم، هذه هي فين قلت لكم كتنزلوا من تماك هذاك السونتر كوميرسيال الكبير، كتمشيو على الجنب ديالو راه ملاصق معاه، كدوروا كيف كتشوفوا راه هانتوما راه كاين تماك هذاك سبيطار كبير، كتطلعوا معاه هذا الشارع ديال السبيطار نيشان، غادي تخرجوا نيشان في السوق اللي صورتو لكم، غتلقاو مول العبايات وغتلقاو كاع داكشي اللي صورت لكم راه باين، يعني ما عندكم فين تلفوا. ومازال خاصكم تساروا، يعني ما تمشيوش غير المحلات اللي مشيت عليهم انا، راه اختاريت عشوائيا ودخلت ليهم، كاينين محلات اكثر واكثر وزوينين، الله يسهل والله يسخر للجميع. وبما انهم عجبوكم هاد يعني فيديوهات ديال الجمله، الناس اللي كتسولني واش كاين حتى المفرد، كاين قليل، اغلبيه هنايا المحلات كلهم جمله، يعني ملي كتدخلي مع كتدخلي مع الباب كيسولك كيقول لك واش الجمله ولا سميتو، زعما راه ما كنبيعوش من غير الجمله. ولكن كاينين شي محلات اللي قلالين اللي كيبيعوا المفرد. بالنسبه للفيديوهات اخرين على الجمله، كاين فيديو جاي غادي نديرو لكم ان شاء الله من بايزيد، الناس اللي كتقدا السلعه غادي تعرف بايزيد معروفه بالحقائب بالسيكان، السيكان ماركات مقلده، قريت في التعاليق بزاف كيقلبوا، وراه صورتو لكم وان شاء الله غير يوجد الفيديو ويدار ليه المونتاج ونحطو. اكيد ما بغيتش نحط الفيديوهات متابعين لحقاش راكم عارفين اغلبيه الناس متبعيني على وديت السياحه، وما كيبيعوش ما كيشريو، فما يمكنش نبقى نكثر لهم غير هاد الفيديوهات ديال البيع والشراء، ولكن ندير الخاطر لكل شيء، غندير فيديوهات ان شاء الله سياحيه، ومورها غنعاود نرجع لكم فيديو على الجمله وخصوصا على السيكان ان شاء الله، وعلى الشكاير ديال المدرسه، راكم عارفين قربت الموسم الدراسي سالي، ان شاء الله جاي الموسم الدراسي جديد وكيتمشاو الشكاير، فغير خليكم ان شاء الله باش ما قدرت نساعدكم غادي نساعدكم. كنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم، على الحب، على الدعم ديالكم، كثروا من اللايكات ديالكم وبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي باغيين يبداو المشاريع ديالهم، يستافدوا حتى هما ويعرفوا شويه ديال يعني ديال الحاجات اللي تقدر تفيدهم، وما يطيحوش في النصب، وما يعرفوا ان شاء الله ما يديروا، الله يسخر الجميع. وكنشكركم مره اخرى على المشاهده، وكنقول لكم الى فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.